بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس إيمان، مدرسة الماس في مدرسة النيزة الأهلية المسار المصري. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس جديد لبرايم 6 اللي هو بعنوان The Random A Experiment اللي هي التجربة العشوائية. طب تعالوا نشوف النهاردة الدرس بيتكلم عن إيه، أو يعني إيه التجربة العشوائية. تعالوا نشوف كده الأول صورة ظهرت لنا هنا. إيه موجود عندي في هنا؟ ولد بيعمل إيه؟ بيعمل درو سحب للإيه؟ للثري بول. الثري بول دول عبارة عن إيه؟ ليهم ثري كولر. هنا عندي ديت الأول واحدة دي هنا جرين، واللي بعدها في عندي إيه؟ ريد، وفي عندي بلاك. فهو لما يعمل إيه؟ درو سحب للإيه؟ لوان بول، أكيد هتطلع له إيه؟ يا إما جرين يا إما ريد يا إما بلاك. تمام، يبقى فيه احتمالية. تمام، يبقى معنى كده دي بتعبر لي عن ايه؟ راندوم ايه اكسبيرمنت، يعني دي تجربة عشوائية انا مش عارفة ايه اللي هيظهر لي. لكن لو جينا بصينا هنا، في عندي باسكت فيها ثري بول، بس ناخد بالنا الثري بول عبارة عن ايه؟ ريد. اللون بتاعهم الجرين الكولر بتاعهم عبارة عن ريد. فهو دلوقتي اما الولد يعمل درو يسحب او يعمل سيلكت الكورة من الكور دي، اكيد طبعا هتطلع ايه؟ ريد. بكل الحالات هتطلع ريد. يبقى دي كده ما بتعبرليش عن ايه؟ راندوم ايه اكسبيرمنت. يبقى دي كده معناها نوت راندوم ايه اكسبيرمنت، يبقى دي ليست تجربه عشوائيه. تمام، طب تعالوا نعرف يعني ايه التجربه العشوائيه ديت. هو بيقول لي هو عباره عن ايه؟ ان اكسبيرمنت، تجربه. تمام، ان ويتش بعمل بيها ايه؟ كان، ان ويتش وي كان ديترماين، ان انا بقدر احدد بيها اول اتس بوسيبل كل الايه النتائج الاوتكم النتائج الممكنه قبل ايه؟ قبل العمليه. تمام، لكن انا ما بقدرش ان انا احدد ايه بالتاكيد ان العمليه ديت ايه هتحصل عندي ولا مش هتحصل. تمام، يبقى انا عندي التجربه العشوائيه ديت هي عباره عن ايه؟ هي تجربه بحدد بيها كل النتائج الممكنه اللي هتحصل لي في الايه في التجربه بتاعتي. تمام، طيب زي هنا كده، لو انا عندي هنا في كوينز، في عمله، لو انا عملتها رميتها كده هيظهر عندي ممكن تطلع ايه؟ اكسلنت، يعني ممكن تطلع ايه؟ تيل او هيد اللي هي الصوره والكتابه. تمام، يبقى فيها هتطلع احتمالين، يا اما تطلع ايه؟ يا اما تطلع هيد. تمام، او ايه؟ او تيل. تمام، طيب لو انا عندي هنا اللي هو الداي ده اللي هو الحجر النرد دوت، لو انا رميته تمام هيظهر عندي ايه؟ ممكن يظهر، عارفين ان هو عنده 6 فيزز صح؟ كل فيز عنده في نمبر. طيب ممكن يطلع ايه؟ يا يطلع 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا ايه يا 6. تمام يا حلوات، يبقى دي كده هي عبارة عن ايه؟ راندوم ايه اكسبيرمنت، تجربة عشوائية، لان في عندي احتماليات ممكن تظهر عندي. تمام يا حلوات، طيب بقول لي some example for a random experiment، بعض الأمثلة اللي أنا أقدر أقول عليها ديت إيه؟ random experiment، زي إيه؟ tossing a coin once and إيه؟ observing إيه؟ its appearance إيه؟ face، يعني لو أنا رميت عملة مرة واحدة وأشوف إيه اللي هيظهر عندي هتطلع إيه؟ يا إما يطلع tail أو head، تمام؟ اللي هو صورة وكتابة. طب لو أنا رميت die once، تمام؟ لو رميت حجر نرد وهيظهر عندي، هيظهر عندي إيه؟ الاحتمالات عندي او الحاجات اللي اوت كامز عندي اللي هي عباره عن ايه؟ يا اما 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6. تمام، طيب drawing a ball from a bag containing two red ball and two black black ball. يعني لو انا عندي ده كده عباره عن باج موجود فيها ايه؟ two red ball اهمت و two black ball. لو انا عملت سحبت يعني كوره من الكور ديت هتطلع ايه؟ واحده من دول. احتماليات هنعرف دلوقتي نجيب الايه الحاجات دي ازاي. تمام، لو انا عندي هنا برضو في هنا عندي هنا حاجه موجود فيها عباره عن ايه؟ ورق، وبعمل سحب للورق دي. ناخد بالنا ان الاوراق ديت عباره عن ايه؟ اوراق ملونه فمختلفه. يبقى انا لو انا عملت سحب ممكن تطلع اني ايه؟ اني بيبر، يعني اي ورقه من الايه من الاوراق دي. تمام، طيب تعالوا نشوف دلوقتي لو انا عندي سام اكزامبل فور نوت ريبريزنت راندوم اكسبيرمنت، يعني اللي ما بتمثليش بقى هنا التجربه العشوائيه ايه هي؟ زي ايه؟ تعالوا نشوف. لو انا عندي هنا سيلكتد ا كارد فروم ا بوكس كونتيننج 7 ايه سيمتريكال card each of them carries the number 6. يبقى معنى كده ان احنا هناخد بالنا ان هنا عندي ايه 7 card اللي هو 7 بطاقات كلهم ايه بيحملوا رقم
6 نمبر 6 وكلهم ايه متشابهين اللي هو ايه سيمتريكال. تمام، يبقى معنى كده ان دي ما بتعبرليش عن ايه راندوم اكسبيرمنت، لان كل لو انا عملت ايه سحب لاي حاجه من دول هيطلعوا نفس الايه كارد. طب هنا لو انا عندي هنا في اناء كده اهوت في ايه 6 او في معذره في 10 سيمتريكال ايه جرين بورد، يعني عندي 10 ايه كرات لونهم اخضر متشابهين، يبقى معنى كده لو سحبت اي واحده منهم هتطلع اكيد ايه لازم كلهم هيطلعوا ايه جرين. تمام، لان مفيش حاجه مختلفه كلهم شبه بعض. تمام، يبقى دي كده اسمها ايه not represent random ايه experiment. تمام، او لو انا عندي هنا الاناء دوت في ايه عندي هنا في ورق بيبر بس كلهم لونهم ايه وايت اكسلنت، يبقى معنى كده ان انا لو سحبت كلهم هيطلعوا ايه كلهم هيطلعوا لونهم وايت زي ايه، لكن مختلفين عن الاكزامبل اللي فات كان ايه كان عندي فيه البيبر كانت عباره عن كولرز لكن هنا كلهم لونهم ايه وايت. تمام، يبقى دي كده not represent random experiment. تمام يا حلوه، طيب تعالوا نشوف كده some example for random experiment and their outcome. تعالوا نشوف بعض الامثله عن الاوتكم زي tossing a coin once، لو رميت الكوين رميتها once هيديني ايه يا اما هيد يا اما تيل. تمام، ونرمز لهم الهيد بالاتش كابيتال والتيل بالتي كابيتال. لو انا رميت داي وانس طبعا عارفين يطلع ايه 1 2 3 4 5 6. طب لو انا عملت ايه a ball it selected ايه at random from a box contain ايه 3 balls. تمام، يبقى عندي ايه red yellow green. تمام، يبقى اكيد الاحتماليه بقى او اللي هو الاوتكم عندي هتطلع ايه يا اما red او yellow او green. تمام، لو انا عندي في فريقين carrying a game between your football team other a team from another school، يعني في فريقين فريق مثلا المدرسه بتاعتنا ومدرسه ايه تانيه في ما بينهم في يعني زي ماتش كده، فانا عندي الايه الاوتكم عندي او النتائج يا اما ايه يا اما الفريق بتاعنا يفوز اللي هو your team wins او your team ايه it been beaten يعني ان هو يخسر او يحصل في ايه equalize يعني في تعادل بين الفريقين. تمام يا حلوات، تمام. طب في حاجة بقى كده هناخدها دلوقتي اسمها الايه السامبل سبيس. تمام، السامبل سبيس تعالوا نشوف يعني ايه سامبل سبيس. سامبل سبيس اللي هي اللي بتعبر لي عن الاوتكمز اللي هي عبارة عن النتائج. تمام، بيقول لي سامبل سبيس هي عبارة عن ايه the set مجموعة، ناخد بالنا ان هي عبارة عن the set مجموعة من ايه of all possible outcome، يعني هي عبارة عن مجموعة بتحدد فيها كل النتائج الممكنة for a random experiment. تمام، يبقى عبارة عن مجموعة من العناصر أو من النتائج اللي بتعبر لي عن ال random experiment. تمام، يعني زي هنا عندي كده وبنرمز لها ايه معذرة بنرمز هنا الأول للسامبل بنرمز لها بالايه بإس كابيتال لأن هي ناخد أول حرف كده اللي هي إس كابيتال. تمام، وبعد كده عشان اعملها اس احنا قلنا ست يبقى انا لازم ايه لو انا عايز اعمل الاس السامبل لازم اعملها بين براكت مجموعه واكتب هنا كل الايه الاوتكم اللي جوه اكتبها هنا جوه. تمام، وبعد كده لو انا عايزه عدد الايه اللي هو سامبل سبيس بنرمز لها كده ان اس. تمام، ونكتب بقى نعد كده كل اللي جوه كل ايه العناصر او الاليمنت اللي موجوده داخلها زي عندي كده التوسنج ايه a coin once لو انا رميت العمله 1 مش هيدينا ايه يا اما هعمل اس وافتح براكت هيد اور تيل. تمام، والان اس عباره عن ايه 2 عدد العناصر اللي هنا دي 1 وده كده 2. طيب لو عندي داي عارفين ان هو يا اما 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 واعملهم داخل براكت. تمام، وبعد كده ال ان اس ايكوال 6 1 2 3 4 5 6 يبقى عددهم ايه 6. تمام يا حلوات، تمام. تعالوا نشوف كده لو انا عندي توسنج ا كوين توايس ناخد بالنا توايس لو رميت العمله مرتين فانا ايه هنقول ايه هنعمل حاجه اسمها ايه تري دايجرام. تمام، عباره عن شجره كده ايه هنحدد بيها نشوف احنا هنعمل ايه. تمام، يبقى انا عندي الكوين دي انا هرميها قد ايه اول حاجه هرميها مرتين. طيب رميتها الاول حاجه اول مره هرميها تطلع يا اما هيد يا اما تيل. بعد كده ما تطلع لي هيد هاخد الهيد دي كده وارميها كمان مره لان هو قال لي مرتين يعني دي كده اول مره
وبعد كده دي تاني مرة بقى، تمام؟ الهيد دي مرميها يا اما تطلع يا هيد يا اما تطلع تيل، والتيل دي مرميها يا اما تطلع هيد يا اما تيل، وهاخد بقى كل اتنين مع بعض، الهيد مع الهيد، يبقى دي اول احتمال او اول اوت كام، والهيد مع التيل يبقى دي تاني اوت كام، تاني ناتج، والتيل مع الهيد والايه والتيل مع التيل، يبقى دي كده عبارة عن الايه الاوت كامز بتاعتي، تمام؟ طيب عايزين نعمل الست، ناخد بالنا ان انا هعمل الست داخل براكت، تمام؟ هنشوفها دلوقتي، واكتب كل الايه العناصر دي كده، تمام؟ وبعد كده لو انا عايزه ال ان اس هعد كل اللي جوه ده، ال ان اس هنا هيطلع كام؟ 4 اكسنت، لان انا عندي ادي 1 2 3 4. طب تعالوا نشوف اهو ال اس كتب لي ايه كل الاوت كام اللي ظهرت عندي في الاخر كده، وال ان اس عدهم لقاهم 4، تمام؟ طيب الاكزامبل اللي بعد كده لو انا عايزه اعمل ايه؟ The random experiment is getting a two digit، نركز، number، two digit number، يعني رقم بيتكون من ايه؟ two digit، خانتين، تمام؟ using the ايه؟ the digits ايه؟ two و three، يبقى انا اللي انا ايه استخدمهم ال two وال three عشان اكون منهم two digit number، تمام؟ يعني انا عندي ايه؟ ممكن يطلع ايه؟ 23 او 32، تعالوا نشوف دلوقتي هيطلع ايه؟ ده 2 ديجيت، نكتب الاول 2 ديجيت، يبقى انا ايه 2 ديجيت عندي ال 2 وال 3، تمام؟ هناخد بقى ايه كل واحده مع ايه الثانيه، يبقى انا ال 2 ممكن اخده 2 مع 2، يبقى هيديني ايه يا اما 22، اول حاجه 22، يا اما ال 2 مع ال 3 هيدينا 23، يا اما ال 3 مع ال 2 هيدينا 32، وال 3 مع ال 3 يبقى ايه 33. احنا قلنا الاول بس، احنا كنا بنقول قلنا 23 و32 بس، لكن ايه ما ننساش ان انا لازم اخد الرقم مع نفسه والرقم دوت مع نفسه، تمام؟ يبقى انا كده كونت ايه 4 نمبر بتكوني من 2 ديجيت، خانتين، تمام؟ يبقى انا وانا عايزه اعمل الاس هعمل اس واعمل براكت واكتب ايه الاليمنت دي، والان اس عددهم كام؟ اكسلنت، 1 2 3 4. تعالوا اهو، يبقى ديت عباره عن الايه الاس اللي هو السامبل سبيس، والان اس هنا كام؟ الان اس هنا عباره عن برضو ايه 4، تمام؟ طيب تشوز ايه ا برايم نمبر ليس ذان ايه 18، برايم نمبر عارفين البرايم نمبر ده ايه؟ اللي هو عباره عن ملتبلاي 1 بس، تمام؟ اللي هو زي ايه ال 2 وال 3 وايه كمان وال 5 والايه كمان 7 وايه كمان 11 13 ايه كمان بس، تعالوا نشوف، ولسه كمان 17، تمام؟ لان هو قال لي ايه less than 18، less than 18 اقل من ال 18، يبقى انا هاخد كل البرايم نمبر اللي اقل من ال 18 اللي هو عندي 2 وال 3 والاي وال 5 وال 7 وال 11 وال 13 وال 17، وعددهم هنعدهم هنلاقيهم ايه 7، تمام يا حلوات؟ تمام. طيب تعالوا نطبق على الدرس كده ونشوف ايه الاكزامبل بتيجي لنا ازاي. بيقول لي هنا هو عايز نكتب الايه سامبل سبيس، وعايز نكتب الايه نمبر اوف سامبل سبيس، العدد بتاعهم نمبر اوف اليمنتس. بيقول لي توسنج ا كوين وانس اند ايه اوبزرفنج ذا ايه ابيرنس ايه فيس، يعني انا عايزه رميت الايه العمله مره واحده، تمام؟ وعايزه الايه الاس بتاعتنا، يبقى الاس بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن الايه يا اما الهيد، تمام، او الايه والتيل، تمام؟ يبقى انا لازم اكتب له ايه داخل براكت كده الهيد والتيل. طيب النمبر اوف اس عباره عن ايه؟ اكسلنت، يبقى النمبر اوف اس عباره عن ايه ايكوال 2، ونعدهم هنلاقيهم ايه 2 element، يبقى ده 2. طيب بعد كده هنا بيقول لي داي، برضو بيرميها ايه داي وانس، مره واحده، عارفين الاس هنا عباره عن ايه الاس، ونقوم كاتبين له هنا ايه 1 2 3 4 5 ايه 6، وقوم قافله الايه البراكت بتاعي. طيب ال n of s عباره عن ايه يا حلوات؟ اكسلنت، هنا نعدهم هنلاقيهم كام؟ 6، تمام؟ طيب هنا بيقول لي ايه بعد كده؟ بيقول لي drawing one card from five card، هنسحب ايه؟ one card from five card numbered from 10 to 14، يعني الارقام متكونه ايه من او بادئه من اول ال 10 لغايه 14،
and observing the written ايه number of the A card، يبقى انا اكيد عندي هم 5 تمام. عبارة عن ايه؟ يبقى عندي يا اما تطلع 10، يبقى دي كده اكتب من الاول هنا S equal 10 11 12 13 14 اهو، هنعدهم نلاقيهم 5 كارد تمام، وده الارقام اللي مكتوب عليهم تمام. بعد كده يبقى انا عندي ال ان اس هنا هتطلع كام؟ اكسلنت، يبقى ال ان اس هنا ايكوال 5. طيب اللي بعدها بيقول لي drawing a ball from a bag contain one black ball and one red ball and one yellow ball ماشي and one white ball، وعايزين ايه نشوف ايه observing ايه the color of ايه the drawing ball. طيب يبقى انا عندي الاس عبارة عن ايه؟ يا اما تطلع، هنكتب بس الاختصار بتاع الايه الكلمة، يبقى يا اما تطلع black or ايه or red or yellow or ايه white تمام، ونقوم قافلين البراكت. والان اس هنا كام؟ الان اس هنا equal 4 excellent. طب اللي بعدها playing a match between your A football and other team، على طول مين؟ يبقى أنا عندي الـ A، الـ S هنا عبارة عن إيه؟ يا إما الفريق بتاعنا إيه أو أي فريق، win يفوز أو التاني إيه؟ lose أو يخسر تمام، أو إيه؟ equalize يعني يبقى فيه تعادل تمام، يبقى فيه يا إما فيه فوز أو خسارة أو equalize اللي هو التعادل. طيب ال n of s عبارة عن إيه هنا يا حلوات؟ excellent، ال n of s equal 3. طيب هنا it's choosing a prime number less than 18، لسه حلينها دلوقتي، قلنا عبارة عن إيه؟ كانت ال s عبارة عن إيه؟ فيهم ال إيه؟ less than 18 اللي هي 2 3 5 7 إيه كمان 11 13 17 تمام، وعددهم قد ايه؟ كان 7، يبقى هنا ال ns equal 7 تمام يا حلوات تمام. طب تعالوا نشوف الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لي ايه. write the sample space of tossing two coins، هنرمي ايه 2 coins once showing ايه the number of its ايه element تمام. طيب في الحالة دي أنا هعمل إيه؟ هنعمل تري دايجرام بقى، أنا عندي الكوين أهيت تمام؟ هعمل فيها إيه؟ هرميها أول مرة خالص، يا إما تطلع لي إيه؟ يا إما هيد أو تطلع لي تحت كده، لحظة، يبقى هنا تحت كده إيه؟ تيل. طيب بعد كده الهيد ديت هرجع تاني أرميها تاني مرة بقى، الهيد هتطلع لي إيه؟ يا إما هيد يا إما تيل، والتيل اللي تحت ديت يا إما هتطلع لي هيد أو تيل. تمام، تعالوا بقى نسجل الايه الاوتكم بتاعنا. من هنا طلع لي ايه الهيد مع الهيد تمام، وتحت الهيد مع الايه مع التيل تمام، وايه واللي تحت ديت عباره عن ايه تيل وهيد تمام، واللي هي الاخيره عباره عن تيل وتيل تمام. وبعد كده اقوم جاي كاتبه له بقى الاس بتاعتي عباره عن ايه، نكتب له كل الايه الاوتكم اللي ظهرت عندي، الهيد مع الهيد والهيد وتيل والايه التيل هيد والايه التيل والتيل تمام. وبعد كده ال ان اس بتاعتي كام؟ اكسلنت، تعالوا نعدهم هنلاقيها كام؟ 4 تمام. طب بعد كده الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لي a box contain 3 balls one of them white، يبقى انا عندي اول كوره عباره عن white، تاني كوره red ماشي، تالت كوره عباره عن ايه black. هعمل ايه؟ هعمل انا سحب الايه للكور دي تمام. طيب هسحب الكوره دي قد ايه؟ one after the other، هسحب واحده ورا الثانيه تمام. طيب انا هيظهر لي ايه بقى اما اسحب واحده ورا الثانيه؟ الوايت ديت يا اما يظهر معاها ايه، يا اما وايت زيها صح أو إيه؟ أو ريد أو إيه؟ أو بلاك. طيب الريد ديت يا إما يظهر معاها إيه؟ إكسلنت، ريد زيها أو وايت أو بلاك. طيب البلاك يا إما يظهر معاها بلاك زيها أو
وايت تمام او الريد تمام. وتيجي نسجل النتائج بتاعتنا وقوم كاتباله الاس عبارة عن ايه، مين الوايت مع الوايت تمام، والوايت ريد والوايت بلاك والايه التانية ريد ريد والريد وايت وريد بلاك، نكتب تحت هنا نكمل، والبلاك مع البلاك والايه بلاك وايت والايه بلاك ريد. طيب وعدد العناصر عندي ايه؟ لو انا عايز اعمل ان اس، ان اس ايكوال كام؟ اكس، هنيجي نعدهم نلاقيهم كام؟ 9 تمام يا حلوات. تمام، يبقى هو عندي ده كده الاس، العناصر اللي ظهرت كلها، والان اس اللي هي ايه؟ الناين تمام. طيب تعالوا، وبكده نكون ان شاء الله خلصنا الدرس بتاعنا. ارجو التطبيق عليه ان شاء الله، ولو حاجه وقفت معاكم ان شاء الله انا معاكم. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.